السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. معاكم كابتن رجب المصري، عضو الاتحاد المصري للبيسبول والسوفت بول، ورئيس منطقة الإسكندرية للبيسبول والسوفت بول. تيجي نعرف مع بعض ازاي دخلت الاتحاد المصري للبيسبول والسوفت بول؟ تعالى نعرف مع بعض. أول حاجة تعرف، تعرفت ازاي على كابتن رضا والسيادة اللواء إبراهيم محمد الشريف؟ عن طريق صديق ليا عرفنا عليهم والتقيت بيهم في 2016 في الإسكندرية، وطلبوا مني ان احنا نعمل فريق بيسبول وسوفت بول. فسالتهم يعني ايه بيسبول ويعني ايه سوفت بول، شرحوا لي اللعبه وشرحوا لي القانون بتاع اللعبه، وطلبوا مني ان انا اجيب 9 لعيبه بنات و9 لعيبه ولاد، وان هم هيشرحوا لنا اللعبه بالظبط ازاي وكل حاجه عن اللعبه. فانا وافقت واتكلت على الله. بعدها بيومين على طول كابتن رضا وسط اللي هو جم الملعب ورسموا الملعب وخططوه وجمعوا اللعيبه وشرحوا لنا قانون اللعبه وتحركات وايه هو الدفاع وايه هو الهجوم، وطريقه مبسطه جميله جدا وطريقه جميله يعني وقدرت توصل للعيبه ولينا ازاي نحب اللعبه وحبينها قوي وانبهرنا بيها. بعد كده طلب بدي سبت اللي هو ان احنا نعمل مهرجان كبير قوي تعريف اللعبه في اسكندريه. بدانا نعمل اول مهرجان في استاد الجامعه في 2016 او اخر 2016 تحت اشراف استاذ طاهر محمد الزيني. ودي كانت التعارف بيني وكابتن رضا وسيادة اللواء. المرحلة بعد التعارف طلب مني سيادة اللواء وكابتن رضا ان احنا نعمل مرحلة تكوين فريق عمل. عملنا فريق عمل في اسكندرية. وكان الفريق كان ناجح بطريقة كبيرة جدا، لدرجة ان كابتن رضا وسيادة اللواء خلى فريق العمل ده من ضمن فريق عمل الاتحاد في الدولة في المحافظات والاندية. الحمد لله طلب مني كابتن رضا وسيادة اللواء ان احنا ننزل معاهم على الاندية ومراكز الشباب ان احنا نجيب لهم خطوات ونعرف الانديه ومجلس الشباب ايه هي لعبه البيسبول والسوفت بول وايه هي اهداف الاتحاد بتاعنا تحت التأسيس. لما عدد كبير قوي من الانديه ومجلس الشباب في الاسكندريه وجميع المحافظات في البحيره والاسماعيليه والقاهره والجيزه وحلوان والوليه، وكان نسبه الاقبال علينا من الانديه ومجلس الشباب كانت كبيره جدا وحبوا ان هم يشتركوا معنا في تأسيس الاتحاد المصري للبيسبول. تم عمل جمعية عمومية قاعة المؤتمرات في القاهرة في مدينة نصر، والحمد لله كان كنت مرشح ان انا اكون عضو في الاتحاد. الحمد لله تم ترشيح ان انا عضو في الاتحاد المصري للبيسبول ورئيس منطقة اسكندرية، ونجحت في الترشيح وبقيت عضو في الاتحاد المصري للبيسبول والسوفت بول ورئيس منطقة اسكندرية. بعدها على طول عملنا مهرجان كبير جدا في كلية التربية الرياضية بوئير في الاسكندرية في 2017، وكان فيها 30 جوائز، وكان في مباراة من بين المنتخب الأول بتاع القاهرة اللي بقاله كام سنة بيتمرن من 2015 بيتمرن بيسبول مع فريق اسكندرية اللي هم بقاله شهرين داخل يتمرنوا، والحمد لله كانت النتيجة كويسة وكانت الأداء المباراة كان كويس جدا. بعد كده ربنا كرمنا وعملنا إشهار 2018 إشهار الاتحاد المصري للبيسبول سوفت بول أولمبية، كان 30/12/2018، ودي كانت المفاجأة الكبيرة لينا، والحمد لله يعني فضل عند ربنا كانت حاجة يعني فرحة كبيرة لكل من شارك من أول 2015 2016 لحد 2018 في اللعبة، فرحوا بيها أول بالإشهار اللجنة الأولمبية. بعدها على طول اشتغلنا شغل جد جدا، عملنا دورات تدريبية دولية مع اليابانيين، وعملنا دورات تدريبية في كل الكليات في جميع المحافظات عشان نعرف اللعيبة أكتر قانون واللعبة. وكان بالنسبة للإسكندرية كانت الدورة التدريبية الأولى كانت في كلية التربية والإير، وكانت شهادة معتمدة من الاتحاد ومن الكلية. كان دورة عملناها في كلية التربية فريمن في الإسكندرية، كانت ناجحة وكان في ناس من القاهرة دخلوا معانا فيها عشان يكملوا بس الدورة بتاعت القاهرة. وعملنا في الجيزة في كلية التربية حلوان وكلية التربية الجيزة، وكانت نسبة الدورات اللي احنا عملناها كان نسبة المشاركين فيها العدد بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما عملنا فرق في جميع المحافظات وعملنا بطوله. اول بطوله عملناها بطوله التجاره والسلام كانت في مركز شباب الجزيره، وتاني بطوله كانت الوريه، تالت بطوله التجاره والسلام كانت في الاسماعيليه، كانت بطوله ناجحه وكان فيها تسليم جوائز وتسليم احسن دول واحسن لاعبي، وكان الاسكندريه لها نصيب كبير اخذ جوائز. والحمد لله كان الفرحه الاكبر واكبر اشهار الاتحاد المصري للبيسبول ضمن الاتحاد الدولي، الكابتن رضا سافرت وسط اللواء في اليابان واخدنا الاشهار، وكان علم مصر مرفوع في وسط الاعلام للاتحاد الدولي كله، ودي كانت فرحه اكبر. وفي 2020
ماشيين عملنا برنامج بشار البيسبول والسوفت بول قناه على اليوتيوب، والحمد لله كان ناجح وما زلنا بينجح يوم بعد يوم. واتمنى من الله ان انا اكون وصلت لكم مشوارنا في البيسبول والسوفت بول من اول تاسيس الاتحاد حتى وقتنا الحالي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.